بعض العشائر العربية مدعومة من قبل التحالف الدولي وليست كل العشائر العربية، هل تعتقد أن بعد هذه الأحداث وبعد الكلام عن دعم التحالف الدولي لقوات سوريا الديمقراطية والتقدم الذي حققته في عدد من القرى والبلدات، هل تعتقد أن الولايات المتحدة أيضا قد تكون خسرت العشائر العربية لصالح الطرف الآخر بسبب هذه الأحداث؟ عزيزي، قبل الإجابة عن ذلك، قطعا من يخسر العشائر سيخسر الساحة، سيخسر الأرض، سواء كان ذلك بأفغانستان، العراق، المناطق السورية، حتى في لبنان. يعني يعتقد كثيرون بأن لبنان بعيد عن العشائرية، قطعا لا، هناك عشائرية بمعنى الإقطاع السياسي، حتى في المكون الشيعي، أنا آسف استخدام هذه المصطلحات، ولكن حتى في المكون الشيعي في جنوب لبنان قوامه العشائرية، ببعلبك كذلك. قضية الدروز، دروز سوريا أو الأردن أو لبنان وحتى إسرائيل، المكون العشائري مهم جدا عزيزي. الآن القمة في كل ما يقال هي المكون العشائري العربي، لأنه لديك قبائل تغطي جزيرة العربية بأكملها. يعني لا أريد أن أذكر بعض العشائر حتى لا أتهم بمحاباة عشيرة أو قبيلة كبرى مقابل أخرى، كلهم إخوان، أعمام وأخوال، ولكن على الأرض يا عزيزي هي القوة الضاربة. من يقرأ التاريخ يفهم ذلك، حتى ما قبل الإسلام وكل ما مر في هذه المنطقة من حروبات، من حروب بين قوسين، فتوحات، غزوات، سمها ما شئت، تحالفات إقليمية داخل المكون العربي فقط أو عبر المكون العربي لمكونات إثنية أخرى، دائما القبيلة والعشيرة والأسرة هي الأقوى. بالتالي نعم، هذا قرار صعب. ومثلا اختلف البريطانيون والأمريكيون، ولا أذيع سرا بذلك، على التعامل مع المكون العشائري في العراق مثلا في قضية حرب الخليج الأولى والثانية والثالثة، حتى لحق الخبراء في البنتاغون، وليس سرا ايضا حتى في سي اي اي والاستخبارات العسكريه الامريكيه، لحقوا بالفهم البريطاني للمكون الاجتماعي ومدى اهميته في هذا الجزء من العالم. فنعم عزيزي، من يخسر العشائر سيخسر كل شيء. الان هل الولايات المتحده باداره بايدن التي تقود من الخلف كما هو اوباما، هل سيغامر ويقامر بذلك وينسحب هكذا؟ فنرى تلك الوجوه العسكريه المؤسف جدا أن تبكي على الهواء مباشرة من قوات قسد كما قيل بالفيديو، قد يكون مفبركا، ولكن أنهم قالوا أو ادعوا بأن الولايات المتحدة تخلت عنهم، لذلك منيوا بهزائم عسكرية. فهل تصل الأمور إلى أن يقال بأن أمريكا، وهذه تهمة موجودة ورائجة بالشرق الأوسط، تتخلى دائما عن حلفائها عند الحاجة؟ هذا أمر خطير جدا، لأنه سيمس صورة الولايات المتحدة الأمريكية كحليف وكشريك، وأعتقد أن هذا لن يصب إلا بمصلحة النظام السوري وروسيا.